السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أهل الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمالهم، هل هو خاص بالكفار أم أنها عامة يدخل فيها المسلمون أصحاب الكبائر؟ هذا بالكفار، هذا بالكفار. أما المسلم ولو كان عنده كبائر دون الشرك إنه مسلم، يعطى كتابه بيمينه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت بعض الناس يقول إن بعض الفرق الضالة يقطعون يد الميت، يقطعون اليد اليمنى، يقولون على يقطعون اليد اليسرى، يقولون علشان ما يعطى، ما يوجد له يد يسرى فيعطى باليمنى، يحيلون على الله سبحانه، ولا يوقنون أن الله يعيد الجسم كله ويعيد اليد اليسرى يبعثه كاملا. نعم، هذا من النكت العجيبة عندهم. نعم.